لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. نظم حزب المؤتمر أول مؤتمر جماهيري له لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ذلك بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وسط حضور كبير من أهالي ومشايخ قبائل المحافظة. أكد الحزب تضافر جميع جهوده التنظيمية والهيكلية خلال هذه المرحلة على المستوى المركزي وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية، وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، فيما أشاد الحضور بالإنجازات التي تحققها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتي شملت كافة القطاعات على مستوى محافظات الجمهورية لا سيما محافظة شمال سيناء. الحمد لله الحمد لله، عايشين عصر جميل جدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاحنا جايين عشان ندعمه، عشان احنا الحمد لله الحمد لله هو سد الامن والامان في البلد عندنا، غير ما كنا قبل كده كنا تعبانين، والبلد كان في حاجات وحشه جدا كتير، فهو شال الاكمنه وشال من عنا حاجات كتير، والحمد لله كل الدنيا تمام، فاحنا عايزين نأيده عشان عايزينه فتره ثانيه وثالثه ورابعه باذن الله. احنا بنوجه اولا الشكر لسيادة رئيس الجمهورية، والحمد لله احنا عايشين في عصر كويس جدا، وبنتمنى الايام اللي جاية تبقى احسن وافضل. بقول ان احنا ورا الرئيس وبندعمه وبنأيد ترشيحه لفترة اخرى في الرئاسة لاسباب كتيرة. اول حاجة منها ان هو اسس مبدأ المواطنة، كانش موجود بالشكل ده. انا بتكلم كمسيحي وكمواطن مصري، ما عادش في فرق بين واحد مسيحي ومسلم، ما عادش في فرق بين واحد من الصعيد واحد من بحري، واحد من العريش واحد بقى كلنا واحد. قضى على الارهاب، انقذ مصر من جماعه كانت موديه البلد في داهيه، غامر وتحمل مسؤوليه البلد وهي واقعه، واحنا النهارده بنقود الشرق الاوسط وبنقود العالم العربي كما كانت مصر لسابق عهدها بالرياده. إن شاء الله طبعا وجودي اليوم مشاركة في دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الرجل، عندما نتكلم عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نتكلم عن رجل استطاع أن يحمي البلاد، استطاع أن يقود البلاد في عملية التنمية المستدامة إلى الأمام وللتطور. عدد كبير جدا من المشروعات التي أقامتها الدولة في زمن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي عهد سيادته. احنا بكل تأكيد طبعا تأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ده واجب وحق على كل مواطن مصري. سيادة الرئيس طبعا ليه الأولوية الأولى، هو طبعا صاحب القرار في القضاء على الإرهاب ومحاربة الإرهاب والتخلص منه، وهو اللي يمكن أنقذ سيناء من براثن الإرهاب. الحمد لله تم الانتهاء من الإرهاب. للدولة كان يد بتحارب الإرهاب ويده الأخرى بتبني وتعمر عن طريق شرايين حياة أنفاق اللي اتعملت على قناة السويس، بالإضافة إلى التنمية الحقيقية الغير مسبوقة اللي بتتم على أرض سيناء، بنية أساسية في كل مجالات الحياة.